عشقت أصول الفقه عشقا متيما، فأكرم به للشرع والفقه سلاما. غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم، القيس حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، مضى جزء من الحديث في بيان الفروض والواجبات الكفائية والعينية، تحدثت عن بعض المعالم لهذا النوع من الواجب. قبل أن أستمر في هذا، أحب أن أشير إلى أن ما يتقرر في أصول الفقه هو بيان أسلوب في الاستنباط والاستمداد من النصوص الشرعية. معلوم أن وظيفة علم الأصول هي هذه تحديدا، هي علم الاستنباط، هي منهج الاستنباط، حتى لا يبقى الاستنباط أمرا يتناوله كل إنسان ويفاجئ المجتمع بفتاوى غير مؤسسة ليس لها أصول متينة. فحتى لا يقع هذا، ومن أجل أن لا يتميع هذا الموضوع، كان لجوء المسلمين إلى هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه، الذي هو علم منهج الاستنباط. لكن هل هذه الحقائق التي نتدارسها الآن حقائق هي حقائق يجب حصرها والإبقاء عليها داخل نطاق الاجتهاد في القضايا الشرعية الدينية، أم أن بالإمكان التوسع في استعمالها وفي توظيفها وفي الاستفادة منها؟ الذي لا ينتبه إليه كثير من الناس لأنهم يقرؤون أصول الفقه فقط مرتبطا بهذا المجال، مجال اجتهادي من خلال النصوص فيما هو ديني، حينما يتوقفون عند هذا الحد وعند هذا المستوى يفوتهم أن يعمموا ذلك. بعض حقائق علم الأصول هي منهج في التفكير عموما، في الاستنباط، في الاستدلال، في الرؤية، وهي حينما تنقل إلى الحياة وإلى ضبط الحياة وإلى جعل الإنسان متحركا ضمن رؤية ومنهجة، فإن أصول الفقه في كثير من المرات يمكن أن يؤسس عليها نظام اجتماعي. أي هي ليست خاصة كما يتوهم الإنسان بالنظام التعبدي الخاص بالصلاة والصيام، لا. أول القضايا التي يعالجها الفقه هي قضايا واسعة، وأنا بيّنت لكم في المدخل الأول أن الفقه الإسلامي متسع وأن له شعبا عديدة. لكن هذه الحقائق التي نأخذها في هذا العلم يمكن التصرف بمقتضاها في أمور مما هو شأن مدني. مثلا حينما نكون في إطار تنظيم الشأن العام ويكون لنا استحقاقات ومطالب، هذه الأشياء المطلوبات كثيرة، فقد يطلب هذا شيئا هو من قبيل الترف لأنه قد توفرت له كل الضروريات والحاجيات، فهو يبحث ويسأل عن أشياء تكميلية. ولكن في مقابل ذلك هناك أناس
يسألون عن أشياء ضرورية في معايشهم، هم إشكال الذي يعانون منه يتعلق بطعامهم بشرابهم بعلاجهم، لكن أنت حينما تريد أن تستجيب هل تستوي عندك الأشياء؟ لا، فلا بد أن تأخذ إذن بالتصنيف الذي عليه المقاصديون، وهو تقسيم حاجات الإنسان وما يتعلق بالإنسان إلى ضروريات وإلى حاجيات وإلى تحسينيات. في حياتك الخاصة يمكنك أيضا أن تكون لك هذه الرؤية مع أهلك، هناك أشياء ضرورية أنت في حاجة إليها، طعامك، مأكلك، مشربك، ملبسك، أنت محتاج إليه، فتقدمه وتجعل له الأولوية، وتعقب ذلك ببعض الأشياء التي يمكننا أن نعتبرها نوعا من التوسعة في الحياة، كالأواني وأنواع المستعملات في الطبخ وما إلى ذلك من الأشياء التي إن وجدت يسرت المعيشة. وفي مستوى ثالث هناك أمور أخرى تحسينية وكمالية. فإذا كان الإنسان مثلا وهو مسؤول عن أسرته يسارع إلى اقتناء الكماليات وهو في حاجة إلى الضروريات، بمعنى أنه ليس له طعام وليس له شراب، ولكنه مشغول بأن يشتري مثلا لوحة زيتية وهو أصلا لا يجد الطعام والشراب، هل تعتقد أن هذا الإنسان يفكر تفكيرا جيدا؟ إذا كان له مال وهو محتاج إلى الدواء وإلى الطعام وإلى السكن وما إلى ذلك، فجمع نصيبا من المال فاشتراه أشياء ترفيهية، ألبسة جميلة أو صورا جميلة وأشباه من هذه أشياء، إنما تأتي بعد أن يجيب الإنسان عن الأسئلة الأولى والثانية والثالثة. فهم أردت فقط أن أقول إنه نمط في التفكير عموما، سواء كنت الآن مسؤولا عن أسرتك أو مسؤولا عن اقتصاد في بلد أو مسؤولا عن بلدية، يأتيك الناس، أحد الأشخاص يريد حديقة والآخر يريد ماء شروبا، أيهما يكون بأيهما يكون البدء؟ لا نقول إننا سنستجيب للجميع، هذا علم، ولكنه يعلمك أن تصنف الأشياء والحاجات حسب الأولوية والأهمية، فالضروري مقدم ثم يأتي الحاجي ثم يأتي بعد ذلك التحسيني. مفهوم هذا؟ هذا الذي أذكره. أنقل الآن إلى ما نحن بصدده من حديث عن الفرائض العينية والكفائية، وسأبين لكم من خلال الدرس عموما أننا في تلقينا أول فصلنا علم أصول الفقه عن الحياة، بقي علما محفوظا في الغالب أو غير معروف أصلا مجهولا، ولم نستطع أن ننقله إلى الحياة، لكننا حينما نفهم معنى الفرض الكفائي خصوصا نجد أن فهمه يعود على الأمة بشيء كبير من الخير، ويلغي هذا الانسحاب وهذا التخلي وهذه السلبية التي الآن تسم كثيرا من أفراد الأمة الإسلامية الذين ينظرون يعيشون مع المجتمع مشاهدين، هو يشاهد شيئا أو مباراة غير متحمس لها، أي أصلا ليس له حتى حماس لأن يكون هذا الفائز أو ذاك، هو ينظر من بعيد، فالذي ينظر إلى أمته من بعيد بالتأكيد له خلل في التصور، خلل في رؤيته لما هو فرض عليه كفائي. لذلك قلت إن هذا مفيد جدا. السؤال الذي طرح وشرعت في الحديث عنه أمس هو كيف يكون الفرض الكفائي واجبا على الجميع، وذكرت لكم هذا وقلت لكم إن هذا المذهب هو مذهب المحققين في مقابل من قال إن الفرض الكفائي إنما يوجه إلى طائفة غير معينة، وإن هذه الطائفة تعينها وتختارها شنو؟ السعادة والمبادرة كما قال ابن العربي وأوضحت هذا. الآن على أساس لنمضي على أساس أن الفرض الكفائي واجب على الجميع، إنما ينتقل من الوجوب على الجميع حينما يشرع فيه أحدهم
أي حينما يبدأ أحدهم فيه ويتولاه ينتقل من الفرض إلى أو الإيجاب الذي يعم الجميع إلى مرحلة أخرى، فيصير متعلقا بالذين يفعلونه أساسا فهم يكونون قد أدوا الواجب، ويصير من لم يفعل مشمولا بالإعفاء، وبسبب أن فعل الفاعل لم يبق له فرصة لأن يفعله هو أيضا كما فعل الفاعل. هذا تقريبا. إذن فهذا هو السبب الذي أو السؤال الذي طرح. فقلت كيف يمكن أن يكون فعل فاعل سببا لإعفاء آخر، مع أننا نقول إن العبادات البدنية لا يصح فيها في الأصل، لا تصح فيها النيابة، ومن الأفعال التكليفية أفعال هي عبادة، الجهاد عبادة بدنية، الأمر بالمعروف عبادة بدنية، الأشياء الكثيرة التي سأذكرها إن شاء الله هي أفعال عبادات بدنية. فكيف جاز أن ينوب أحد عن آخر ويقوم أحد مقام الآخر؟ الجواب كما ذكر ذلك الأصوليون هو أن المقصود الآن هو سقوط التكليف، الذين فعلوا فأغنوا، والذين لم يفعلوا كذلك يستوي هؤلاء وأولئك في قضية هي قضية سقوط التكليف، لم يعد أحد منهم مكلفا ولا مطالبا أمام الله لأن الفعل قد أنجز. لكن هنالك اختلافا في السبب، في سبب السقوط. الأولون سقط عنهم بفعلهم، سقط عنهم التكليف لأنهم فعلوا، كما يقع لنا في فرائض العينية، يسقط عنك فرض الصلاة إذا صليت، ويسقط عنك فرض الصيام إذا صمت. ومعنى أن يسقط عنك الفرض هو أن لا تطالب بالإعادة من جديد، أي إذا لم تطالب بالإعادة من جديد فذلك هو معنى السقوط. ولكن قضية الثواب وقضية الأجر هذا كله يترك لله عز وجل، لكن من ناحية أن الفعل الباطل أو الصحيح دائما، وهذا ربما إن شاء الله ييسر الله تعالى أن أذكره في قضية الصحة والفساد والبطلان، هذا هو الشيء الصحيح، هو الفعل الذي له وجهان، وجه موافقة للشريعة ووجه مخالفة للشريعة. فإذا وافق الشريعة سمي صحيحا، بمعنى أن من أثر الصحة أن لا يطالب بالإعادة. الصحيح أو الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين شرعا، الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، هكذا عرفت. والفعل الذي له وجهان، وجه الموافقة ووجه المخالفة، يقال فيه صحيح وباطل أو صحيح وفاسد بحسب النوع. لكن حينما يقع سليما صحيحا مستجمعا للشروط تنتفي الموانع فيقال هذا صحيح. ما معنى صحيح؟ ما أثر أنه صحيح؟ هو أثر عملي، ألا تطالب بالإعادة من جديد فقط. ولكن ليس معنى ذلك أنك يقال لك بأنك يضمن لك المثوبة، لأن المثوبة تتعلق بأمور أخرى، بالنية وبالضمائر وبالنفوس، وذلك أمر يطلع عليه الخالق سبحانه وتعالى، نحن لا نطلع على الأعماق والضمائر والنفوس. هذا معنى الصحيح، وسيريد إن شاء الله لأن الصحيح هو يأتي في الحكم الوضعي، نتكلم احنا الآن في الحكم التكليفي، ولكن هذا تمهيد له وبيان، لأن ما يدرك الآن يمكن أن يفيد ويمهد به في لما بعد. إذن قلت إن الصحيح بالنسبة للفاعل هو أن لا يطالب بالفعل مرة أخرى، بالإعادة مرة أخرى، وهذا السبب، أي سبب السقوط الفعل. بالنسبة للآخر الذي لم يفعل وناب عنه الفاعل ففعل، هذا يقال له إنما رفع عنك التكليف، سقط عنك التكليف لسبب واحد، هو أن الفاعل لم يبق لك مجالا للفعل، لأن الحكمة انتفت من فعلك، الحكمة كانت موجودة بالنسبة لفعل الفاعل ولكن بالنسبة لك
لم تعد موجودة. إذن فهذا هو مع العلم كما أسرت إلى أنه لابد من مراعاة الخلاف بين الحالين، حالة من سقط عنه التكليف لأنه فعل، وحال من سقط عنه التكليف لأن الغير ناب عنه. فمن سقط عنه التكليف لأنه فعل فقد سقط عنه التكليف وهو مأجور، ومن سقط عنه التكليف لأن الغير ناب عنه وقام مقامه إنما سقط عنه التكليف بمعنى أنه ليس آثما، وهذا حد أدنى. يضاف إليه أن الذي نوى أن يقوم بالفعل وحيل بينه ولم يستطع ولم يتأت له ذلك فإنه مشارك للفاعل لا لمن سقط عنه الفعل. لاحظوا هذا، أي هناك صنفان، شخص فعل فسقط عنه التكليف بفعله، وشخص لم يفعل ومع ذلك سقط عنه التكليف بفعل الغير، أو لأن الغير لم يترك له مكانا الأصح. لكن هذا شخص آخر كان ينوي، كان يتشوق، ولكنه حيل بينه وبين ذلك، لم يستطع للعجز للضعف. فبأي الرجلين أو بأي النوعين يلحق؟ يلحق بالذي فعل فكان له الأجر. إذن فهو لم يفعل وله أجر بسبب صحة النية. ولذلك لاحظوا هذه المسألة، هذه كان بعض العلماء يقول إن كثيرا من الناس من التجار من الفاعلين من مغبون بسبب انعدام النية لديه. هناك من له غبن يقع عليه، هو يوقع على نفسه بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يستطع أن يتحين فرصة جميلة وثمينة وهي أن يستحضر النية. أنت تبيع كما يبيع من ليس مؤمنا، من هو مؤمن ومن ليس مؤمنا كلاهما لهم تجارة، لكن من ليس مؤمنا يبيع ليربح، أنت تبيع لتربح أيضا لا لتخسر، ولكنك تستحضر نية أنك تحضر هذه البضائع للناس وأنك تسهل على الناس وترأف بالناس فتدخل هذا الجانب هذا الاعتبار هو خدمة الناس والتقريب، فتكون إذن قد حولت تجارتك إلى عبادة. فلا تتحول الأشياء من العادة إلى العبادة إلا بالنية. فهذا أيضا نوى وإن لم يستطع فبنيته ألحق بالصنف الأول فكان كما قلت كما لو كان قد فعل. والله تعالى هو الذي يطلع على الأسرار. وبينت لكم أن ابن العربي يؤكد أن الذي كان ينوي أن يفعل ولم يفعل له أجر الفعل، ولا عبرة بمن قال إنه لا يضاعف له الأجر وإنما يعطى أجرا عاديا. هذا ابن العربي يقول هذا تدخل في إرادة الله وفي فضل الله تعالى، وفضل الله لا يحجر. على كل هذا كله يجيب عن هذا السؤال الذي ذكرت. السؤال الذي يمكن أن نقوله هناك سؤالان يمكن تقديم أحدهما على الآخر، وهو لماذا كانت بعض الأفعال كفائية وكانت بعض الأفعال عينية؟ لماذا بعض الأشياء أرادها الشرع أن تكون عينية والبعض أرادها أن تكون كفائية؟ أي وجه الحكمة، لأننا نعتقد دائما أن أفعال الله وأحكام الله لا تخلو عن حكمة، الحكمة دائما موجودة. فما هي الحكمة؟ الحكمة في ذلك كله هو قضية تكرار المصلحة، تكرار المصلحة، هذا العنوان. بعض الأشياء بعض الأفعال تتكرر فيها المصلحة وبعضها لا تتكرر فيه المصلحة. مثلا أنت الآن تفعل فعلا والفعل يؤدي إلى مصلحة، وهذه المصلحة مرتبطة بالفعل، كلما فعلت كلما كانت المصلحة. مثلا أنت الآن تقرأ العلم، كلما قرأت في أي لحظة إلا وكانت لك
فائدة من قراءة العلم، إما أنك تعلم شيئا لم تكن قد علمته، وإما أنك تستذكر شيئا كنت على وشك أن تنساه، وإما أنك تفهم شيئا لم تكن قد فهمته، وإما أنك تستحضر وتكرر وترسخ شيئا كان بالإمكان أن تضيعه، إلى غير ذلك. فليس هناك إضاعة في العلم. قرأت العلم حتى لو كنت تقرأ شيئا سبق لك أن قرأته مرارا، فلا بد في كل قراءة أن يكون هناك جديد في الفهم، في التحصيل، في الترسيخ وما إلى ذلك. فليس في القراءة شيء ضائع. هذا مثل الصلاة، مثل العبادة. كلما صليت كلما حصلت على بركات الصلاة وشفوف الصلاة وطهارة الصلاة، لا ينقطع فضلها، لا ينقطع خيرها. لو صليت 100 ركعة لتحقق لك مع كل ركعة مصلحة مرتبطة بتلك الركعة، فتزداد إيمانا وترسخ ويزداد قلبك إشراقا وما إلى ذلك. إذن فهو هذا المصلحة موجودة ومتكررة ومستمرة. لكن هناك أفعال لها غايات منقطعة ومصالح محدودة، فأنت لو أردت مثلا أن تقوم مع الناس أو ضمن الناس ببعض الفرائض الكفائية لقلت إن الفرض أدي وانتهى الأمر. كان عندنا في هذا الحي إنسان فقير معدم، فتولى بعض الناس إصلاح حاله ومعالجته، ولم نعد في حاجة إلى أن نهتم به جميعا، لأن البعض قد يهتم به. قام جيرانه بذلك، قام مات في هذه المحلة شخص، مات في المحلة شخص، فتصرف بعض الأقارب فكفوا الناس، إما والجيران كفوا الناس فغسلوه ودفنوه انتهى الأمر. فلا نمكن أن نوقف المدينة كلها لأن تقوم بهذا العمل، لأنه لم يعد هناك فائدة ولا حكمة في ذلك. إذن فالذي يجعل الفعل وينسبه إلى أن يكون فرضا كفائيا هو انقطاع الحكمة من فعله، عدم تكرر تلك الحكمة. والذي يجعل الفعل مسترسلا وعينيا ومستمرا هو كون ذلك الفعل متجددا، كون تلك الحكمة متجددة بقدر ما نفعل، أي بقدر ما تفعل بقدر ما تحصل على تلك الحكمة. هذا الأمر. الاختلاف الذي اختلف فيه الفقهاء في هذه النقطة، ولاحظوا أن الأشياء وإن تبدو في بعض المرات نظرية، لكن ما يترتب عنها هو أحكام فقهية. إذا قلنا إن الفعل الكفائي يتوقف بحصول الغاية منه من فعله، بخلاف الفعل أو الواجب العيني، فيبقى أن نتساءل عن صلاة الجنازة. صلاة الجنازة إذا توفي شخص فصلى عليه جماعة أو بعض، فهل يجب أن نعتقد بأن هذه الغاية تحققت، وأنه لا يعاد أو لا تعاد الصلاة عليه، بمعنى أن غاية وقعت حينما صلي عليه كانت هناك مصلحة تحققت، أم إن الغاية لم تقع بعد؟ هناك مذهبان قولان. فأما الشافعي رحمه الله فهو يقول بإمكان تكرار صلوات الجنازة. الشافعي يقول بأن بإمكان أن نصلي على الجنازة مرات متعددة. وقول مالك مثلا أنه حينما يصلى على الجنازة صلاة واحدة فذلك يكفي وتوضع في القبر وينتهي الأمر. ما الفارق بين هذا وذاك؟ ما السبب في هذا وذاك؟ يقول مالك إن هذه الصلاة
على الميت القصد منها هو سؤال المغفرة. وحينما يقف الناس ليستغفروا للميت فهو المطلوب هو أن يحصل له المغفرة، لا السؤال، السؤال هو وسيلة، ولكن المطلوب هو أن يغفر الله له. فيقول المالكية إن هذا الشخص إذا صلي عليه فقد وقعت له المغفرة ظنا، أي وقعت له المغفرة. نقول نحن لا نعرف إن كان غفر له أم لم يغفر له، فيقول نحن نظن أن الله قد غفر له بدليل قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم. إذن فنحن لا نظن إلا أن الله قبل دعاءنا، لا نخرج من ذاك إلا على هذا الظن بأن الأمر جريا على الأمر على أن الله وعد بالاستجابة أن ذلك قد وقع. إذن فالغاية قد وقعت من صلاة جنازة. لكن حينما نأخذ برأي الشافعي يقول إننا حينما نصلي على الجنازة فإن هذه الصلاة هي استدعاء للمغفرة، طلب للمغفرة، ولكن نحن لا ليس عندنا علم يقيني بأن المغفرة وقعت لهذا أو لم تقع. نحن لا ندري أغفر الله له، بمعنى أن الغاية لم تقع بعد، النتيجة لم تقع بعد، ليس لنا ذلك، ليس لنا علم بذلك. وبالتالي فما دامت الغاية غير منقطعة فمعنى ذلك أنه يمكن أن تصلى الجنازة على الشخص مرات متعددة. فهمت الفرق بين، لأن الغاية والمأمولة ليس لنا دليل علم بأنها وقع أم لم يقع. فيقال للشافعية نحن ليس لنا أساسا لا في هذه المرحلة، ليس لنا وسيلة لنعرف كيف هل غفر الله له أم لا، لأن علم هذا إنما هو عند الله، لو حاولناه ما استطعنا أن نصل إليه. هل تستدل بماذا تستدل على أن فلانا قد غفر الله له أو لم يغفر الله له؟ هذا لو حاولته ما استطعته، إلا أن يتدخل الإنسان في علم الله. ولكننا نحن بحسب القاعدة وبحسب ما عندنا من الضوابط الشرعية نعتقد ذلك، نعتقد أننا استغفرنا الله تعالى لهذا والله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، فنخرج على هذا الظن أن الله قد غفر له. هذا جميل جدا من حيث الظن. قد لا يكون الله قد غفر له، قد لا يكون أهلا لأن يغفر الله له، ذلك شأن آخر بينه وبين الله. لكن حينما ننصرف نحن من صلاتنا من 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 الصلاة عليه نخرج على هذا الأساس أننا دعونا الله وأن الله وعدنا بأن يستجيب، وهذا الذي نتمسك به في الظاهر. وحينما نخرج من الجنائز نعتقد الخير في الأموات، لكن لا نصلي عليهم ثم نسبهم بعد ذلك أو نثير أشياء لأننا استغفرنا لهم ورجونا أن يغفر الله لهم وخرجنا على ذلك الظن، خرجنا على ذلك الظن، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ما بعد ذلك. إذن هذا تابع لما ذكرت لكم من أن الفرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني هو قضية تكرار المصلحة. فالفرض الكفائي تنقطع فيه المصلحة ولا يبقى هناك حكمة في فعله مرة أخرى، والفرض العيني تفعله وتفعله وتفعله ودائما تكون المصلحة متكررة. لاحظوا هذا العمق الذي يتحدث به الأصوليون وهم يتحدثون عن ما يميز الفرض العيني والفرض الكفائي. إذن نعود إلى السؤال، ولماذا رفع، السؤال الذي نحن الآن مطوقون به، لماذا رفع التكليف عن من لم يفعل لأن الآخرين فعلوا؟ أعود فأقول ليس بسبب فعل الأولين لم يكلف الآخرون، لا أحد ينوب عن الآخر في حقيقة التكليف، وإنما هؤلاء سدوا مسد الذي كان موجودا فألغي الطلب. هذا الأمر الذي يصار إليه. لماذا الآن، لماذا يرفع الطلب عن الذين لم يفعلوا في الفرض الكفائي ولا يرفع عنهم في الفرض العيني؟ الفرض العيني لا ينفع فيه إلا أن يفعل كل واحد ما نيط به ما كلف به. في الفرض الكفائي لماذا؟ الآن أوضح لكم جواب آخر. الفرض الكفائي هو وظائف اجتماعية،
الآن نمشيو لمسألة أخرى. الفرض الكفائي يفيد أن الإسلام يتحدث عن مجتمع، عن أمة، عن دولة. لو كان هناك حديث عن فرض عيني كنا نتحدث عن أفراد موزعين مفرقين، لكنك لا يمكنك أن تتحدث عن فرض كفائي إلا وأنت تستحضر أن هنالك فرضا ضمن جماعة. إذن علاقة فرض بجماعة، هل فعلت الجماعة أم لم يفعل تفعل؟ هل قام أولئك فأعفوا هؤلاء؟ إذن هي علاقة مجتمعية. الفرض الكفائي متحدث عنه في مجتمع. الفرض العيني يمكن أن يعني شخصا في جبل وحده أو في قارة أو في مكان منعزل، فلو لكن أين نتحدث إذا وجد شخص يعيش وحده على في جبل؟ كيف نحدث عن الفرض الكفائي أو عن هل يعلم أن الآخرين فعلوا أو لم يفعلوا؟ هل كفوه؟ هو وحده. إذن فالفرض العيني فيه فردانية، والفرض الكفائي فيه جماعة. لاحظوا، لأن كل ما تكلموا عن الفرض الكفائي قام به البعض سقط على البعض، إذن أنت ما تكلموش على واحد ولا اثنين، كنت تكلموا على البعض والبعض، إنك تكلموا على المجموعة. الفرض الكفائي هو فرض موجه للمجتمع. لذلك نقول هي فرائض مجتمعية. الفرائض الكفائية هي فرائض مجتمعية. هذه تدل على أن الإسلام حينما يتحدث عن المدنية، الإسلام دين مدني، دين مدني. بالفرض الكفائي يبقي كل الوظائف المجتمعية حاضرة، بالفرض العيني يربي الأشخاص. الإسلام بالفرض العيني يربي الأشخاص على كل، لأن كل عبادة لها تأثير في فاعلها. الصلاة لها تأثير معين، الصيام له تأثير معين، الحج له، كل واحد يعطيك مجموعة من التوجيهات، من التربية فردية. لكن الفرض الكفائي هو فرض موجه إلى المجموعة، ولذلك حينما يكون الإنسان ضمن يؤدي الفرض الكفائي دائما ينظر إلى الجماعة، ينظر إلى من فعل ومن لم يفعل، وهل سيقوم هو بالشيء لينوب عن الجميع. دائما كما قلت هذا فرض من خلال المجتمع. هذا الفرض الكفائي الآن ما هو؟ ما هو الفرض الكفائي الذي نتحدث عنه؟ الآن كنا نتحدث عن عنوان، ماذا فهم الناس في الفرض الكفائي؟ الفرض الكفائي شيء واسع، واسع بكيفية غير لا يدركها كثير من الناس. الفرض الكفائي أساسه كل ما يقيم الجماعة ويحفظ لها وجودها. يبدأ هذا الفرض باستحضار القرآن مثلا، حفظ القرآن في الأمة هو فرض على الكفاية. أي الأمة لا يمكن لأمة كتجمع من التجمعات يعيش هذا التجمع وليس فيه من يحفظ شيئا من القرآن. نحن مسلمون عاديون، هذا يدل على أن الجميع آثم، لأنه تعرض لهم الآية فلا يستطيعون قراءتها، لأن هذه الآية خطاب الله لا يستطيعون استيعابه، لأنهم مدعوون إلى أن يحافظوا على تواتر النص القرآني. فكل هذه الأشياء ضاعت في الأمة. فإذا ضاع في الأمة وانعدم في الأمة الذين يحفظون القرآن فتلك هي الكارثة، وتبقى الأمة حينئذ آثمة في بمجموعها. لكن حينما يوجد البعض من الذين انتدبهم آباؤهم أو نذروا أنفسهم وآمنوا بالقرآن وبرسالة القرآن فاشتغلوا على الإبقاء على القرآن والمحافظة عليه حبا في القرآن، ولأجل أن يستمر القرآن في الناس ولأجل أن يسمعوا الناس القرآن، فهؤلاء هم الذين نابوا عن الأمة. وبقدر ما يكون هؤلاء كثيرين بقدر ما يكون الشر بعيدا عن الأمة. إذن عدموا أصبحوا قلة قليلة تكون الأمة في على خطر من أمرها. إذن فهمتوا ما معنى أن هذا فرض كفائي يتعلق مثلا بوجود القرآن في الأمة. العلوم الإسلامية هي نمط المعيشة، هي دستور العمل. العلوم الإسلامية والفقه، الفقه ليس شيئا، ليس ترفا، ليس قصصا،
الفقه هو نظام العمل في الحياة الإسلامية، هذا يجوز هذا لا يجوز، وأنت تريد أن تعيش مع الله تعالى في صلة صحيحة فلذلك لابد لك من الفقه. من لم يعلم الفقه لم يكن يعبأ بأن تكون له بالله صلة حسنة، يعمل حتى لو عبد الله يعبد الله كما يشاء هو، وقد لا يكون لعبادة أي أثر، لا تصلحه وليست عبادة مستجمعة للشرط، قد يتعب نفسه بلا فائدة. إذن هذا حفظ الفقه عموما، حفظ الفقه عموما فرض كفاية، لكن حفظ ما تدعو إليه حاجة الفرض أمر آخر، أي فقه الصلاة لتصلي به، والصوم لتصوم به، وفقه ما أنت بصدده، أي إذا كنت قد تصديت للتجارة فللتجارة فقه، فيجب عليك أن تعلم حينئذ أحكام التجارة حتى لا يتسرب إلى بطنك شيء من الحرام. أنتم تعرفون أن هنالك أحكام خاصة بالسوق، بعض كتب الكناني هذا له كتاب أحكام السوق، وفي حقيقة لما تقرأوا كتاب السوق موجود الآن، هذا كلام موجود في 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 معرض سابق، كتاب أحكام السوق انظروا فيه ترون أن كثير مما يقع الآن هو مما كان ينبغي أن يعرف فيه موقف الفقه الإسلامي، حتى لا يضر الإنسان بالغير وحتى لا يدخل الضرر على نفسه أيضا. وهكذا وإذا كنت أنت تصديت لأمر آخر غير هذا كالقضاء مثلا، فلا بد أن تعرف أحكام القضاء، لا يمكنك أن تدخل أحكام القضاء لأنك فقط تيسر لك أن تكون كذلك. وهكذا كل الوظائف لها علم خاص بها، يجب أن يعرف العلم المتصل بها. أنت ليس مطالبا بأن تعلم حكم الله ولا الأحكام الفقهية المتعلقة بالطب لأنك لست من أهل هذا الشأن، ولكن إذا كنت تاجرا فأنت لا يعفى عنك أن لا تعلم أحكام الشريعة الإسلامية في التجارة. وهكذا لاحظوا، لكن العلم الشرعي عموما المادة العلمية عموما هي فرض كفاية. مثلا علوم لا بد للأمة منها، علم المواريث، لا أدعوك، ليس علم المواريث فرضا عليك أنت بالضبط، ولكن الأمة هذه المجموعة إذا كانت قد أضاعت علم المواريث فمعنى ذلك أن لن تستطيع تقسيم الحقوق، وبالتالي هذه مصيبة، هذه معصية مشتركة. إذن فهذا يصبر علم المواريث فريضة كفائية على الأمة. لكن لو تصورنا أن أحد الناس أصبح عدلا مثلا أو مكلفا بتقسيم هذه الأموال، يصبح علم الفرائض بالنسبة إليه فرضا عينيا، هذه مسألة. وهذا أيضا يتغير، تعرفون أن العلماء دائما يتحدثون عن الكفائي الذي يتعين، حينما يكون هناك فعل أو واجب كفائي مثلا كالطب، الطب يجب أن يكون في المدينة أطباء، ويجب عليهم أن يعالجوا الناس على الكفاية، ولكن هذا ينوب عن آخر، إذا تعب هذا يقوم الآخر مقام. لكن إذا وجد في مدينة طبيب واحد، لم يوجد إلا واحد، ثم جاء إليه بمريض، هل يستطيع أن يعتذر ويقول أنا لا أعالجه؟ أبدا، يجب عليه أن يعالجه، لأن العلاج بالنسبة إليه أي معالجة هذا أصبح فرض عين، هذا يقال فيه كفائي تعين. إذن هذا بعض ما الذي أدخل الفقهاء في الفرض الكفائي. أدخل الفقهاء في الفرض الكفائي أمورا عديدة، منها الإفتاء. الإفتاء فرض كفاية على الأمة، إذا وجدت أمة ليس فيها من يفتي وأضاعت هذا العلم فهي آثمة. الإفتاء خصوصا لأنه تعبير ونطق وتوقيع عن الله، فلا بد أن يوجد في الأمة من يقوم لله بالحجة، من العلماء الأثبات لا من يتصدى وليس صاحب علم بذلك. إذن هذه بعض الوظائف المجتمعية التي تفيد أن حصر الفرض الكفائي في صلاة الجنازة هو كان خطأ جسيما. كل الحاجات التي تحتاجها الأمة، إعانة القضاة على إقامة العدل، إسهام في توفير الأمن للأمة، الإسهام في ترقية الأمة، إيجاد المهن،
قال الفقهاء يتحدثون عن المهن كلها، بما في ذلك يتحدثون عن الفصد، يعني يوجد في الناس من يفصد، ويتحدثون عن الصيدلة وعن الطب وعن كل المهن التي تتوقف عليها سلامة الأمة، كلها فرائض كفاية. كل هذه الفرائض حينما تضيعها الأمة فإنها تصبح مؤاخذة ومحاسبة على ذلك أمام الله.